يا شيخ حفظك الله، رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة هذا، واقع امرأته في نفس النهار اللي بيسافر فيه وسافر في بلده. في بلده، نعم. هل عليه شيء يا شيخ؟ اي نعم، عليه أولا الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد. قبل مغادرة البلد هو مقيم، فبلغه بهذا. الإشكال يا شيخ في بعض الصحابة وردت عنهم أنهم أفطروا في نفس هذا، يعني ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان لما أراد أن في الفسطاط، أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، لكن هذا خلاف ما عليه عامة الصحابة، والله عز وجل يقول أو على سفر. وهذا الرجل، عودا على السؤال الجواب الأول، هذا الرجل كان طالب علم وفهم من هذا الحديث أنه جائز له، فليس عليه شيء، مع أني أنا أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار أن لا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأنهم ما عندهم إدراك حتى يبحثوا مع العلماء. نعم. كيف؟ ليس عندي يعني علم، لكن خشي. خشي إيش؟ الرجل مثلا اشتهى مرض ما سقط. طيب. قال أنا بحث مع الجماعة حرمان ما سقط. طيب. أرأيت أرأيت لو اشتهى وهو لا يريد السفر، هل يمكن من ذلك؟ ما يمكن. نعم.